كنتش فاكرك هتستعجلي على الشيك قوي كده. الحقيقه صرفت فلوس كتير قوي الاسبوع ده، وكنت محتاجه كاش علشان ابتدي المشروع. وايه اللي يخليكي تستني لما توصلي لكده؟ كنت كلمتيني اتصرف لك في اي مبلغ انت عايزاه. ما اقدرش اغلبك في موضوع زي كده. ميرسي. احنا مفيش بينا ميرسي. هو انت مش عارفه انت غاليه عندي قد ايه؟ ساره انت تقدري تاخدي قد الشيك ده مرتين وثلاثه كمان من غير اي شغل. بيتهيألي فرصه كويسه، محدش يقدر يقول عليها لا. فرصه ايه؟ لما قلت لي انك عايزه تشاركيني من ورا اي حاجه. قلت بنت جدعه ما بتخافش من جوزك. انا فعلا ما بخافش من جوزي. بس استحاله اعمل اي حاجه فيها اساءه لي. اساءه؟ مين جاب سيره الاساءه؟ لا واضح يا ساره انك فهمتيني غلط. او جايز انا اللي كنت فاهم غلط لما عرفت مشاكلك معايا. العرض اللي انا بقوله لك ده لا فيه اساءه ليكي ولا ليحيى اصلا. نبيل انا مش عايزه اضايقك، بس يظهر فعلا انك فاهم الموضوع غلط. عموما حصل خير. شيك بتاعك. شكرا. عفوا. يحيى الحقيقة أنا كنت جنبك قلت أطلع أطمن عليك. بغض النظر عن الأسباب يعني أنا مبسوط أوي إني شفتك. أنت أخبارك إيه وأخبار شغلك إيه؟ الحمد لله كله شغال كويس. طيب الحمد لله. وأخبار شغلك مع سارة مراتي إيه؟ يا راجل هي ما قالتلكش إن إحنا فضينا الشراكة قبل ما نبدأها؟ لا الحقيقة ما قالتليش، ما جاتش السيرة يعني. أنا احترمت رغبتك لأن أنا عارف إنك أكيد زعلان مني عشان شاركت عليه. طب أنا بس كنت عايز أدخل الحمام عندك ممكن؟ آه ممكن، ممكن تدخل الحمام ده لأنه الحمام اللي جوه مش مترتب يعني. صاحبتك لسه خارجة وجوزها لسه فوق، شكلها كده هربت قبل ما يوصل. ازاي يعني نزلت وهو فوق؟ جايز حد شافه فراح بلغ مستر نبيل، او مستر نبيل بنفسه شافه في كاميرات المراقبة.